العيد بالنسبة لك إيه؟ العيد أحلى حاجة في العيد اللبس الجديد. لازم حاجة جديدة، أي بيجامة، كوفية، أي حاجة جديدة. لبس جديد ده كان لازم، إحنا كبنات بتالي دي حاجة أساسية قوي. وأنا ببقى محضرة جزمتي كده جنب السرير ونايمين نحلم لما نصحى الصبح ونلبس الهدوم دي. بايت في السرير كده وافضل بصاله لحد ما اصحى تاني يوم عشان البسه. في انتكه زياده عن اللزوم، فكانت معروف ده لبس عيد، ده مش لبسك العادي يعني. ولا المراجيح، فاكر انا المراجيح اللي كانت على شكل مركب دي؟ كنت منبهر لما بشوف عيال بتلف بيها لفه كامله. والعجله ام كنبة ورا اللي كان يسوقها يبقى هو بقى الفيرود بتاع المجموعه. تقف في الطابور ساعه عشان تحجزها ربع ساعه. دايما عمرك ما سلمت العجله في الميعاد بتاعها. لعب الكره في الشارع طبعا. طبعا يعني انا كنت مستوايا مش عايز اقول لكم، كنت بقى في شنطه يعني مش عارضه، مفيش لان لسببين، اولا ماليش في اللعب خالص، ثانيا البيجامه جديده، فانا فاهم بعمل ايه.